برعاية المدبر الرسولي رئيس الأساقفة بيير باتيستيا باتسبالا، احتفلت الجامعة الأمريكية في مادبا بتخريج الفوج الرابع من طلبتها بحضور رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة وكادر الهيئتين الأكاديمية والإدارية وأهالي الطلبة الخريجين وأبناء المجتمع المحلي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. في احتفال بهيج أقيم في قاعة قصر الثقافة في مدينة الحسين الرياضية بعمان، رعى رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسبالا حفل تخريج الفوج الرابع من طلبة الجامعة الأمريكية في مادبا. وفي بداية الاحتفال الذي حضره رئيس مجلس أمناء الجامعة المطران ويليام الشوملي ورئيس الجامعة الدكتور نبيل أيوب والبروفيسور الراهبة باولا ماري رئيسة جامعة ريفر الأمريكية والمنسنيور مورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان والمطران سليم الصايغ وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وأهالي الطلبة الخريجين وأبناء المجتمع المحلي، تمنى رئيس مجلس أمناء الجامعة المطران ويليام الشوملي للخريجين والخريجات بدوام التقدم والتوفيق لاكتشاف طريقهم في الحياة من دراسات عليا يواصلونها أو مهنة كريمة يمارسونها أو أبحاث علمية جديدة يقومون بها، داعين الله أن يلطف بهم ويبارك جهودهم وأن يفرح أهلهم وأن يحفظ هذا الوطن آمناً مطمئناً في ظل قيادته الهاشمية المباركة. نصلي لأجل الأردن مليكاً وحكومةً وشعباً كي يبقى هذا الوطن آمناً مطمئناً كريماً لأهله ومضيافاً لزائريه. أبعد عنا تجربة الغلو والتطرف والفساد والتصلف، واجعلنا ننهج نهج العدل والاعتدال وأن نسعى دوماً وراء الكمال. اللهم أنت السميع المجيب، أمين. ومن جهته طالب رئيس الجامعة الأمريكية في مادبا الدكتور نبيل أيوب الخريجين والخريجات بأن يكونوا على ثقة بأهمية دمج معرفتهم ومهاراتهم في خططهم المستقبلية بروح إبداعية وتبادلية والسعي دائماً لنسج قصص من النجاح، وخاطبهم قائلاً: أنتم الآن تبدأون مرحلة جديدة في حياتكم تشقون بها طريقكم وتأخذون القرارات والخيارات لمستقبلكم، سواء كان ذلك بالانضمام للدراسات العليا أو بالانخراط في سوق العمل. But just importantly, may your education lead you to do good, to be well, and to give thanks. من جهتها قدمت البروفيسور الراهبة باولا المتحدث الرئيسي ثلاث نصائح للخريجين والخريجات، وهي: اعمل خيرا وكن جيدا وتعلم الشكر. وتضمن الحفل الذي تولى عرفته كل من الدكتور إيهاب صوالحة عميد شؤون الطلبة والدكتورة حنان مدانات نائب عميد شؤون الطلبة كلمات الخريجين، قدمها كل من الطلبة دينا زبانه، تالا شرقاوي وزيد عماري. It's hard to find the right words to say on this exact day, the day that marks the end of our journey in AUM, only to find another journey and another route ahead of us. This is a chance for us to thank all those people who have supported us from the backstage, from the front line, all the people who have left us, all the people who are with us, because no one's journey is complete with the people who traveled with us. From this day forward, let us believe in ourselves so we can reach our goals and fulfill our dreams. Let us be the best we can be and express our happiness and our pride. We've already taken the steps by making it to the ceremony today. Now, it's time to take the next steps in the journey that is our lives and begin to build our futures. وتخلل الحفل الذي تضمن فقرة غناء أوبرا قدمتها الأكاديمية الأردنية للموسيقى توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الأمريكية في مادبا وجامعة ريفيرا الأمريكية، بحيث تسمح هذه الاتفاقية بتطوير برامج التبادل الطلابي والدراسة في الخارج
وتوفر منح دراسية للطلاب فصل أو فصلين دراسيين في الجامعات الأمريكية. وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على الطلبة الخريجين والهدايا على الطلبة المتفوقين.